قولي بقى ايه رايك في صفقه امام عاشور؟ بصي، هو الاول هو كلاعب لعيب كويس قوي، يعني امام لعيب كويس قوي، صغير، يمكن حاجه قلتها قبل كده زمان اما كنت في الاهلي، في الفتره اللي كنت موجود فيها كمدير للتعاقدات، كنا عايزين نتعاقد معاه، وكنا اوريدي اخذنا خطوات كتيره جدا وكان وقع، فهو لعيب كويس. ناحيه فنيه ما حدش يقدر يتكلم، الاهلي ادرى بالظروف. انا كان نفسي، مش موضوع امام عاشور، اي لعيب يطلع بره ببقى نفسي ان هو يكمل بره، مش موضوع ان هو يرجع الاهلي. هو يرجع الاهلي هيفيد الاهلي جدا، هيستفاد من الاهلي كتير جدا 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 في كاريره. بس انا عموما الفكره بتاعت ان انا دايما حد يطلع بره، جمانة نفسي يبقى في 100 محمد صلاح مش واحد بس. لكن طبعا صفقه قويه، ومش هيعوض حمدي فتحي، خلي بالك مختلف، واللي في الاهلي مفيش حد بيعوض حد، ولو كل الفرقه مشيت وجي 11 تانيين الاهلي ياخد بطولات برضو، ان في سيستم موجود. لكن هو لعيب مميز، والاهلي اضرب بقراراته طبعا وبالتوفيق، وهو لسه قدامه تحدي كبير قوي قوي يعني.